بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حلقة اليوم معنا أوفلام 50 أقراص، وهو مسكن سريع وقوي ومضاد للالتهابات، حيث يمكن استعماله في حالات عديدة لتخفيف الآلام مثل التهابات المفاصل وحالات النقرس الحاد وألم العظام والأسنان وألم أسفل الظهر والصداع النصفي وألم العضلات والالتواءات والإصابات الرياضية وتجمد الأكتاف والخلع والكسور والتهابات الأوتار والالتهابات المرتبطة بالعظام. الجرعة قرص مرتين أو 3 مرات يوميا أو حسب إرشادة الطبيب. العبوة 20 قرص، سعر العبوة 30.5 جنيه، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.